تكلموا عليها نقطة نقطة. تربح معنوي تكون مليح، تقول في راسي 99% نقدر نقول نجوز نتأهل على الأقل في المركز الثالث، يعني تنحي عقدة الإقصاء من الدور الأول. بعد ذلك كل شيء سهل، لازم تفوز في مباراة أنغولا، ثم تقدر تلعب بأريحية أمام منتخب بوركينا فاسو، والمباراة الثالثة أمام موريتانيا ما نقولش مباراة سهلة، ولكن تكون أقل صعوبة منطقيا بمباراة بوركينا فاسو. وتقول اليوم جي مونسيوني مشاركة تاريخية، انا ما نش حاب نسبق الاحداث سانسيرمون، كاين 24 منتخب، الكره الافريقيه تغيرت بكثير، هناك عده منتخبات قويه نفس قوه الجزائر اقل ولا اكثر بكثير لها القدره ان توج بكاس امم افريقيا، وبالتالي مقارنه بالمنتخب والتركيبه البشريه ديالو، يعني حقيقه المنتخب لي جوار اللي كانوا بليسي سو كي روفيان دون بليسيور اللي ناقصين المنافسه، اللي حنا كمنتخب خرجنا من الدور الاول ما رحناش لكاس العالم، تسبقنا بلغه الارقام والمعطيات، تسبقنا عده منتخبات هي يكون عليها الضغط من اجل التتويج باللقب، وبالتالي حنا دوك نوصل لكارد فينال، انا بوما سي ان اوبجيكتيف اتا، ما نقولكش هذا يقول لك اوبليجي، الناس يقول لك ديمي فينال اوبليجي، لا فينال اوبليجي تدير كاس، لا لي كارد فينال بارابور وصرنا يعني دوبي دو زاني لي دات فيفا كاين جوار جاو كان اللي راحوا بوكو تشوز نختلفوا على عده منتخبات اخرى نوصلوا لي كارد فينال سي ان بون ريزولتا، ما بعد ربع النهائي سي ان بون بور ما، لان من الجانب الاخر كاين نوتر اوبجيكتيف اللي هو كاس العالم اللي بنينا فيه بطريقه جيده، يعني بور ما راهي معطيات تخلينا نقول بلي راح نجوزوا لاكوب دي موند، سيرتو كو تتكراسي الاول ما كانش لي باراج انت غادي تروح لكاس العالم اون 2026 اون باغالال دو زوبجيكتيف، سي بور سيت ريزون بور موا لي كارد فينال يكون نتيجه رائعه للمنتخب الجزائري بعد الى دزنا للنصف النهائي سي ان اكس بور موا سي ان بونوس. السلام الله عليكم، ما هي هكا كما راكم كنتو تسمعوا قبيل في رفيق وحيد ولا كوفيد ولا سموها كما سميتوها، صراحة أنا هذا الإعلامي هذا قلقني من نهار لمشاكل داخلية هنا صرات في الجزائر، راح حكاها نشفى لها حكا في قناة قطرية، حكا في قناة تونسية، حكى الله أعلم في قناة مصرية، تكلم في عدة قنوات وتكلم على المشاكل الداخلية اللي راها صارية في الجزائر، هذا واحد كوفيد من ها كرهته أنا صراحة، ما أنا ما وليت ما نحملوش ما نكذبش عليكم، انا واحد يخون الوطن تاعو ولا يبيع اسراره سواء بالدراهم ولا معلومات سريه كما قلتين، سواء على المنتخب ولا سواء على يعني الظروف المنتخب ولا الظروف اللي كنا نعيشوا فيها ولا يعني خلاص منها ما نكذبش عليكم انا يا خوتي، هذا واحد كوفيد هذا وليت ما نحملوش من ناحيه نتاع انو نشوفو من الناس اللي تحوس المصالح تاعهم، مصالحه تاعو صاي يعني ما يهموش المنتخب يطلع يهبط، كاين امور ثانيه يخرجوها مثلا قضيه امين قويري، قضيه امور بزاف اللي كانوا يحوسوا برك فيها المشاهدات، وانا عندي المعلومه وانا عندي كذا وانا عندي كذا، هما خرطي في خرطي. المهم بصح هنايا راني نشوف فيه راهي كيما يقولوا سمعين هذاك اللي يقول لك يدير السم في العسل، يدهس السم في العسل، هكذا انا نشوف فيهم درك يجيك نورمال، حنايا ماناش مكلفين بالماضي باش يجيب لنا كاس افريقيا، لا وديجا كيف الربع النهائي راهو قدر انجاز، وحنا رانا نستناو في بالماضي كاس على كاس العالم، تاهل لكاس العالم ما يهمناش في كاس افريقيا، هذه كامل عارفينها وكامل رانا نحوسوا عليها، وكامل احنا اذا قدر في كاس افريقيا هذه بالكوت ديفوار صحه ما قدرش على الاقل نخرج بوجه مشرف، مع اننا لدينا تفاؤل ان شاء الله مع المنتخب تاعنا، لكن باش تجبد الناس ليك باللي راني نحب المنتخب ونحب فريق ونحب الفريق الوطني، وهذه خلاص هذه فقنان هذه فاتت هذه على روسنا صاي، هذه ما تزيدش تعقب هذه ما تفوتش، انا قلت لكم يا خوتي انا ما عندي ما حتى مشكل، أنا المشكل النهار اللي باع معلومات وتكلم في قنوات أخرى على أمور ماهوش تحليل رياضية، بل تكلم على مشاكل وش راه يسر في الداخل وفي الاتحادية الجزائرية أو في الجزائر، منها كرهته ما نكذبش عليكم، هذا الفيجورا كرهته من هذيك الضربة،
ولو كان جيت شويه برك لاهي نحط لكم الفيديوهات اللي تكلم فيها وقال عليها المنتخب في وقتها الجزائري. تكلم المنتخب، تكلم المشاكل، تكلم على بالماضي، تكلم على المنظومه، تكلم بزاف الحوايج. اي نقول لكم تصبحوا على خير، اعطونا رايكم.